جون بيير نصر الله كان منطلق مثل الصاروخ. فالتويوتا كورولا وورد رالي كار عم تسجل الوقت الافضل 7:46.72% من الثانية. جون بيير ومن دون اي خطأ عم يجتاز 2 كيلومتر وال 200 متر. أداء لافت لهالتويوتا كورولا دبليو ار سي مع ايادي بيرزي لسائق لبناني بارز بتمكنه من انه يحتل المركز الاول بهالمرحله، وطبعا يتابع تصدره لمالبورو رالي لبنان ال 24. السيارات كلها انهت هالمرحله وتوجهت لخوض مرحله بعبدات وارسون، لكن وافضل منه ب 14 ثانيه كان السائق جون بيير نصر الله ومساعده جوزيف مطر على تويوتا كورولا دبليو ار سي، وبوقت اجمالي بهالمرحله 10 دقائق 16 ثانيه و8% من الثانيه.